السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. I start with the name of Allah. I praise him, I thank him, and I humbly ask him to raise the rank of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم نختم هذه السلسلة في الكلام عن موضوع أو مواضيع في التجويد. كنا أنهينا الدرس الماضي الكلام عن شرح تحفة الأطفال جميعا بفضل الله عز وجل، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لإنهاء ذاك الكتاب. So today إن شاء الله it's going to be the last session in this series, series of sessions speaking about the topic of تجويد. Last session we finished alhamdulillah the explanation of تحفة الأطفال completely. And today it's an extra session just to cover the topic of or to discuss the exits of all the letters and the qualities or the characteristics of all the letters. فإذا حصتنا اليوم فقط لشرح مخارج الحروف وصفات الحروف، وهذا أمر لم يتعرض له الناظم، يعني ليس موجودا في تحفة أطفال، إنما يعني أحببت أن أضعه كيعني ختام لهذه الدورة أو هذه السلسلة لأجل أن نعرف هذه الأمور. So these things, the exits and the qualities of the letters, they weren't included in تحفة الأطفال. This is something شيخ سليمان الجمزوري did not include in تحفة الأطفال, but I like to put it as at the end of this series just to be familiar with them إن شاء الله عز وجل. طيب، مخارج الحروف يا أحباب، مخارج الحروف، خليني أعمل بس ثواني. ماشي. بالنسبة لمخارج الحروف، عندنا شيء اسمه المخارج العامة، المخارج الرئيسية، وهي عبارة عن 5 مخارج. طيب، ليش عم بقول مخارج عامة رئيسية؟ لأن هناك مخارج تفصيلية. يعني الآن لما نتكلم عن مخرج الحلق سنقول أن فيه 3 مخارج ل6 حروف. لما نتكلم عن الشفتين سنقول أن هذا المخرج فيه مخرجان لحروف متعددة. لما نتكلم عن اللسان سنقول أن فيه 10 مخارج ل18 حرفاً. لذلك هلأ بس بدنا نرسخ، نحط ببالنا أنه يوجد شيء اسمه مخرج عام ويوجد شيء اسمه شو؟ مخرج خاص تفصيلي. تمام؟ So brothers and sisters, we have when we'll start speaking about the exits of the letters and then the qualities of the letters. We have something called the general exit. Why it is called the general exit? Because within this exit, there are special and specific articulation points, specific exits, for example. Now, inshallah, when we will get to speak about the throat, I will mention that the throat is one general exit, but it has within it 3 different exits, 3 specific articulation points for 6 different letters. And we spoke about this in the past. When we get to speak about the lips, it is one general exit, but it has 2 specific articulation points for several letters. The tongue, similar to the tongue, when we speak about the tongue, we have 10 exits within 1 general exit. So what we need to put in our minds now is that we have something called general exit, and we have something called specific articulation point or specific exit within inside the general exit. تمام؟ طيب، هلأ كما هو مبين بالصورة المخارج العامة 5. عندنا الخيشوم، عندنا الجوف. بلش بالخيشوم. الخيشوم ما هو شو؟ تجويف الأنفي، الفراغ الذي داخل أنفك يخرج منه شو؟ الغنة. هو مخرج للغنة فقط، فإذا هذا مخرج واحد، هذا هو الخيشوم. الجوف وهو شو؟ هو الخلاء أو الفراغ داخل وين؟ داخل الفم، هذا شو اسمه؟ الجوف. طيب، الحلق ما
معروف شو الحلق، هذا هو الحلق. وعندنا في ثلاث مواضع، في عندنا مذكرين أقصى الحلق، وعندنا وسط الحلق، وعندنا أدنى الحلق، ثلاث مواضع، وكل منها يخرج منه حرفان إذا مذكرين: أ ه عين حاء غين خاء، أقصى وسط أدنى. يرجع عنا اللسان، واللسان في تفصيل كثير لأنه في 10 مخارج. عندنا أقصى اللسان، وعندنا وسط اللسان، وعندنا طرف اللسان، وعندنا رأس اللسان، وعندنا حافتي اللسان. هنحكي عنهم كلهم، جميلين جميلين جدا. وعندنا الشفتان اللي هن كمان فيهن مخارج ل نسيت لي لا هو أكثر أربعة لا هو بإطباق الشفتين حرفين بانفتاح هلأ سنأتي إليها، أظن 4 حروف إن شاء الله سنأتي إليها. فإذا هذه هي المخارج العامة، تمام؟ So we have as shown in this picture 5 general exits, right? 5 general exits. The first thing is the nasal cavity, which is the emptiness, which is the cavity that is within inside your nose, right? And it is one exit for one thing, which is al-ghunnah. Remember al-ghunnah? We said there is something called this the nasal sound. When you say, for example, inna, there is something coming out of the nose. What is this? It is the nasal sound. It's called ghunnah. When I say, for example, imma, imma, there is something, although the meme is from my mouth, but one of its characteristics is coming out of the nose, which is al-ghunnah. Al-ghunnah is a characteristic for the noon and the meme. And it is always associated with the noon and the meme. Whenever they come, however they come, no matter how they come, they are associated with al-ghunnah. If they are vowelless, غنة is with them. They have a vowel, غنة is with them. They are doubled, غنة is with them. Noon and meme, each one of them is called حرف أغن, meaning letter of غنة. طيب, this is the nasal cavity. Now, let's look at the الجوف, which is the mouth cavity. It is the emptiness, or it is the chamber inside your mouth. That's called the mouth cavity. We'll speak about it, inshallah. We have the throat, and we all remember, we spoke, we gave it good time. We spoke about there are 3 articulation points within the throat. The bottom of the throat, al-aqsa, and it is an exit for what? The a and the ha, the hamza and al-ha. Then we have the middle of the throat, and it is an exit for al-ayn wal-ha. And then I have the top of the throat. It is an exit for al-ghayn and al-kha. Now, if you try it now. If you say, for example, ah, you notice the sound would end right here, in the bottom. Ah, ah. And then if you say, ah, ah, you notice there is something in the middle. If you say, ah, ah, you notice that it's يعني it's becoming higher and higher. That's the top. That's the throat. 3 exits for 6 letters. Then we have the lips, and inshallah we'll get to it. It is also an exit for couple of several letters. Some of them with the closure of the lips, and some of them with a gap between the lips. And then we have the tongue, and the tongue we have a lot of articulation points in it. It has 10 articulation points for I think either 17 or 18 letters, inshallah. Now we'll get to the slide and we will speak about it. Within the tongue, we have, for example, the inner part of the tongue. It's called aqsa lisan, inner part. And then we have the middle of the tongue. And then we have the tip of the tongue. Then we have the head of the tongue and the edges of the tongue. See how detailed it is? Why? Because we have many letters that come out of the tongue. Let's start with the details. Now, the first one, al-ghunnah, عذراً, al-khayshum, the nasal cavity. فإذن الخيشوم ما هو يا أحباب؟ الخيشوم هو تجويف الأنفي ولا الفموي الأنفي, أيوة.
خيشوم هو التجويف الأنفي، ويخرج منه بس الغنة، بس فقط الغنة. أيوة، شو الغنة؟ مين بيذكرني؟ صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان به، وهو يرافق حرفان. شو هني الحرفان؟ النون والميم، حرف أغن وحرف أغن، يعني الغنة تلازمهما في كل الأحيان، تمام؟ في كل أحوالهما، حال التسكين والتحريك والتشديد، كما في قوله تعالى من الجنة والناس، وقوله عما يتساءلون. فإذا النون والميم هذه شو تلازمها؟ الغنة. طب هلأ أنت حتسألني، حتقلي الغنة حرف؟ ليش بيذكروا الخيشوم مع مخارج الحروف والغنة ليست حرف وهي الوحيدة التي شو التي تخرج من الخيشوم؟ البعض قال الغنة هي الصفة الوحيدة التي تخرج من مخرج وحرفها من مخرج آخر، بس ليس هناك صفة أخرى تفترق عن حرفها من حيث المخرج إلا الغنة. النون تخرج من وين؟ النون عندي طرف اللسان مع أعلى الحنك، تمام؟ والميم بإطباق الشفتين، يعني يقول أم أن، ولكن صفتهما الغنة وين تظهر؟ من الأنف. فإذا الصفة افترقت عن الحرف من حيث المخرج، تمام؟ صفة افترقت عن الحرف من حيث المخرج فيذكروها هون. In English, let's go into details in each exit. Nasal cavity, it is, as we said, it is the room or the emptiness or the chamber that is inside your nose, and the ghunna, the nasal sound, comes out of the nose. Now you might ask yourself or ask me why it is listed here, although there is no harf, there is no letter that comes out of the nose. It is ghunna, nasal sound, and it is a quality, not a letter. Well, you're right. The ghunna is a quality. It is not a letter. Yet, it is the only quality that comes out from a place where its letter comes out from another place. Didn't we say that the meme and the noon, they both are associated ghunna? Yes. But the ghunna comes out of the nose, and the noon and the meme from the lips, the noon from the tongue. So it's the only quality that comes out from a separate place, different from its letter. See the meaning? That's the ghunna. And that's the only thing, that the only quality that comes out of the nose. That's it. Nasal cavity. Any question about the nasal cavity? Good. طيب. الجوف وهو الفراغ الخلاء اللي هو وين؟ داخل الفم والحلق. هذا الفراغ الخلاء الذي هو داخل فمك يقال له الجوف. ها؟ يقال له الجوف. والحروف التي تخرج منه شو اسمه؟ الحروف الجوفية. ليش؟ لأنه مخرجها من الجوف، الحروف الجوفية. وهو مخرج واحد لثلاثة حروف. خليك معي. الجوف، هلأ شو صار عندي؟ الخيشوم كم مخرج؟ واحد. الجوف كم مخرج؟ واحد. شو بيخرج منه؟ ثلاث حروف. الألف المادية والواو المادية والياء المادية. هول شو مذكرين شو اسمهم؟ حروف المد واللين. إذا مذكرين حروف المد واللين شو هن؟ ألف ياء واو سواكن مسبوقين بشو؟ بما يجانسهم من الحركة. ألف مسبوقة بفتحة، واو مسبوقة بضمة، وياء مسبوقة بكسرة. بهالحالة شو بيصير اسمهم؟ الحروف المد واللين. مخرجوا من وين؟ من الجوف. شو بقول؟ خرج هذا الصوت من الخلاء، من الفراغ الذي داخل فمي. و يا ما بقول أو أي، هذا موضوع تاني. عبقول الحرف المدي و يا يخرج من الخلاء داخل الفم، تمام؟ هذا هو الجوف. فإذا مخرج واحد
لثلاثة حروف. هذا بالنسبة للجر. In English. Now we spoke about the nasal cavity. Now the mouth cavity, which is also the room, the chamber, the emptiness that is inside your what? Your mouth, not your nose, your mouth. It is one exit for three letters. So what are the letters that come out of your mouth cavity? The al-alif al-maddiya, the alif that is maddiya, the waw that is maddiya, the ya that is ya maddiya. So you say, from where does it come? From your jaw, from your jaw, from your mouth cavity. Ya, wa, from your mouth cavity. Now you might ask, can I specify where exactly does it come from? No, this is something approximate. When we speak about the mouth cavity, we don't speak about a specific articulation point inside it. No, some scholars say it is an approximate thing. يعني خلاص, it comes out of the mouth. It comes out of the cavity that is inside your mouth. So you don't specify exactly where does it come from, like some other letters. And again, it is one exit for three letters. The alif that is vowelless preceded by a fatha, the waw that is vowelless preceded by a dhamma, the ya that is vowelless preceded by a kasra. And these are called the letters of mad and lean. The letters of mad and lean, right? So far, we spoke about al-khayshum, nasal cavity, one exit, mouth cavity, one exit, so total two. Just count with me because we're going to reach 17 at the end. Fine? هلا ننتقل إلى الحلق يا أحباب. الحلق سهل جدا. هذا الحلق إلا بنعرفه. الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة حروف. أقصى الحلق, دائما لما نقول أقصى, أقصى بتعرفوا شو يعني؟ المسجد الأقصى سمي أقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام. فلما أقول حتمرق معنا, أقصى الحلق يعني أبعده عن اللسان. لما أقول أقصى اللسان يعني أبعده من جوة. فإذا أقصى, كلمة أقصى يعني الأبعد. فإذا أقصى الحلق يعني أبعده عن اللسان. تحت شو عندي؟ الآ الهمزة والهاء. بيرجع عندي وسط الحلق عند العين والحاء. بيرجع عندي أعلى أو أدنى الحلق, يعني أعلاه أقربه من اللسان. هذا شو عندي منه؟ عندي منه الغين والخاء. فينا كلنا نجربها. هلأ نقول مثلا أغ, بتلاحظ أنه فوق أخ فوق. بترجع بتقول أع, بتلاحظ نزل الصوت شوي. أح, نزل الصوت. بترجع بتقول أ, تحت. أه, صار تحت. هكذا يعرف مخرج الصوت. قال العلماء إذا أردت أن تعرف, حتى لو أنت ما عندك سلايدز, اعتبر ما شرحنا الدرس, بدك تعرف مخرج الصوت, بتسكنه, تحط سكون وتضع قبله همزة وصل. شو بتعمل؟ تنطق. شو بتقول مثلا؟ أب. وين انتهى الصوت؟ انتهى بإطباق شفتين, فبتعرف إنه مخرج الباء هو شفتان. قلت أم, وين انتهى الصوت؟ شفتين. قلت أن, وين انتهى الصوت؟ هنيك المخرج. قلت أح, أع, أغ. تسكن الحرف وتضع قبله همزة وصل وتنطق به, فتعرف أين هو مخرج هذا الحرف. هذا هو الحلق, سهل جدا. تمام؟ In English. So, nasal cavity, spoke about it. Mouth cavity, spoke about it. Now, the third general exit, which is الحلق, the throat. Now, this general exit, it has in it three different exits. The bottom of the throat, the middle of the throat, the top of the throat, as you can see in this picture. Now, the bottom of the throat, we have two letters that exit from here. You say, so the hamza and the ha. They come out of the bottom of the throat. From the middle, we have the ayn and the ha. Try it if you want. Whatever you wanna know, what is the exit of the letter, what do? You put sukun on it, you make it vowelless, and you add alif, hamzat wasl before it. So you say, ah, ah. And whenever the sound ends, there is the exit of the letter. Fine? So, أغ, أخ, this is from the, it's called أدنى الحلق, meaning the top of the throat. Fine? So far, what do we have?
one exit for the nasal cavity, one exit for the mouth cavity, and three exits in the throat. So total of five exits. So far, five exits. Let's continue. طيب. هلا الشفتان. فإذا الشفتان فيهما مخرجان تفصيليان لأربعة حروف. هذا اللي أنا كنت شاكك فيه. مخرجان لأربعة حروف. نبدأ بما بين الشفتين. عندنا ثلاث حروف. يخرج منها الباء والميم. كيف؟ بإطباق الشفتين. بإطباق الشفتين على بعضهما. ويكون في الباء أقوى من الميم. منجربها مع بعض. لما نقول أب أب أقوى من لما أقول أم أم. واضح القوة. بس اثنيناتهم وين مخرجون؟ كلاهما يخرجان بانطباق الشفتين على بعضهما البعض. فإذا هيدا ما بين الشفتين أب وأم. بيرجع عندي شو؟ وقلنا أن الميم شو معها دائما؟ هي حرف مع حرف أغن. حرف أغن مع الغنة. فالميم معها الغنة. وشو بيخرج من الشفتين أيضا؟ واو غير مادية. شو يعني واو غير مادية؟ أنا قلت بالأول بالجوف قلت بيخرج منه وا. طب هون شو؟ هون الواو غير المادية هي الواو المتحركة أو اللينة. شو يعني لينة؟ يعني حرف اللين إذا مذكرين، حرف اللين اللي هو لما تكون الواو ساكنة سبق مفتوح ببطل اسمه حرف مد ولين، بصير اسمه حرف لين. هيدا معنى الواو غير المادية. فإذا ثلاثة باء ميم واو. الباء والميم بانطباق الشفتين، الواء بانفتاحهما. بيكون في شو؟ بيكون في جاب أو فراغ بين الشفتين وضمهما إلى الإمام. نعطي أمثلة من القرآن الكريم. الله تعالى قال في القرآن ورد أبوابا أبوابا وأمواتا أمواتا. لاحظ انطباق الشفتين. أما بالنسبة للواو أوتادا. شوف ضمات الشفتين مفتوحين ويعني في ضم لهم. أوتادا أوتادا. لاحظ في انضمام للشفتين. هول الثلاثة من وين؟ من بين الشفتين. طب شو الرابع؟ قال ركز معي شوي. شفت الشفة السفلى؟ مش عندي شفة عليا وشفة سفلى؟ مش عندي أنا ظاهر وباطن؟ صح، من برا ومن جوا. من باطن الشفة السفلى مع شو؟ قال بطن الشفة السفلى يعني من الداخل مع أطراف الثنايا العليا. حورجيك هون بهي الصورة. بس طلع معي شوي على الكرسر لو سمحت. شفت هول السنان اللي بالمقدمة؟ هول اسمهم ثنايا. هول عليا وهول سفلى. ثنايا عليا ثنايا سفلى. تخيل معي قد يقال هيدا سن. ماشي؟ قد يقال هون فوق وهون تحت في ثنيتين. ثنيتان اثنين سنان بالمقدمة اسمهم بالإنجليزي central incisors. هيدا اسمه أصل الثنايا العليا يعني البيس تبعهم مطرح فوق. وهيدا اسمه طرف الثنايا من تحت. هنعوزه بعد شوي. فإذا السنان اللي فوق إلهن أصل وإلهن طرف. فإذا أنا عندي سنان هيك أصلهم بيكون فوق وطرفهم بيكون تحت. تمام؟ هذا بالنسبة للثنايا العليا. نفس الشيء الثنايا السفلى لهن سنان تحت. فإذا الأمر سهل بس نحن عم نحاول نبسطه. فإذا بطن الشفة السفلى من الداخل مع أطراف الثنايا العليا شو بيخرج؟ الفاء. جربوها أف. هتلاحظوا انه بطن الشفة السفلى وين خبط وين طرق؟ بأطراف الثنايا العليا. أف أف. هذا هو مخرج الفاء. فإذا كم مخرج عندي صار؟ نعدهم سوا. أول شيء حكينا عن الخيشوم واحد، جانا حكينا عن الجوف واحد، رجعنا حكينا عن الحلق ثلاثة، رجعنا حكينا عن الشفتان عن الشفتين فيهم قد ايه؟ فيهم اثنين. شو صار عندي المجموع؟ سبعة. إلى الآن سبعة مخارج، أربعة عامة والباقي شو؟ تفصيلي. In English
The lips, they are, it is an, a general exit, and it has in it two articulation points, which means two specific exits. One happens when I, in from between the two lips, as you can see, when I say M, Ab, there is a complete closure of the lips, and then that is how the Meem and the Ba exit from the mouth, through complete closure for the two lips. However, the Waw that is non-maddiya, it comes out from the lips while there is a gap between the two lips. When you say, for example, Awtada, Awtada, see the Waw, this non-maddiya Waw. We're not speaking about the Mad and Lean, no. Here, the non-maddiya Waw, which means either it has a vowel on it or it is a lean letter, يعني vowelless but preceded by a fatha. This is when it exits from between the lips while there is a gap between the lips. Awtada. Fine. The second exit is, see the lower, the inner part of the lower lip. We have two lips. We have the upper lip, lower lip. And we have from outside and from the internal, from inside. Now, for the fa, how does it exit? Inner side of the lip, when it touches the two central incisors, right? The bottom of them, not the base. Because imagine, look here, please, for those who speak English, at this one. These two, they are central incisors, the upper ones. And you have central incisors, lower ones. Now, where is the base of them? The base of them is where the gum is. Now, let me see what's the word I used. The bottom of them is here. So they have a base here, and they have a bottom. When this lip, the inside of it, it hits the bottom of the two central incisors, here is where the fa comes out. F, right? That's the F, the fa. And these are the two articulation points for the lips. Now, I'm going to speak about the tongue. الآن مخرج اللسان. بس قبل أن أبدأ حطيت هون كيف نقسم اللسان. عندي من الداخل أقصى اللسان جوا. عندي في الوسط وسط اللسان. وعندي المقدمة تعيته اسم طرف. هذه المقدمة كلها اسم طرف اللسان. وعندي النقطة الأخيرة فيه شو اسمه؟ رأس اللسان. ثم عندي حافة وحافة. هذا هو اللسان. So now we reach the fifth general exit, but before speaking about it, I'm just saying how do we divide the tongue. We have the inner part of the tongue, the middle part of the tongue, and all of this part is called the tip, right? All of this is called the tip of the tongue, and then I have the head of the tongue, and for sure we have two edges for the tongue. هكذا يقسم اللسان. هلا منبلش بالمخارج التفصيلية. كم مخرج فيه؟ 10 مخارج ل18 حرفا. 10 مخارج ل18 حرفا. نبدأ بأقصى اللسان. وين أقصى اللسان؟ هون جوا. هبلش بأقصى اللسان. عندي أقصى اللسان مع ما يحذيه من الحنك العلوي. طلع معي هون. هون الأقصى وهون الحنك العلوي. وهيدا الحنك بيكون طري. هلأ بدي منك تجرب شغلي. لسانك طلعوا على الحنك من جوا. مول هيك جوا جوا. شو بتحس؟ مش طري؟ شو اسمه هذا الحنك اللحمي؟ ليه؟ طري. حط لسانك قدام شوي حتلاقي صلب اسمه الحنك العظمي. فإذا الأبر باليت الحنك اللي عندك اللي فوق بيقسموه لحنك لحمي جوا جوا وحنك عظمي قدام. تمام؟ فإذا هون نحن عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن أقصى اللسان هون مع الحنك اللحمي جوا. شو عندي؟ عندي القاف. قول معي أق أق. حيرتفع أقصى اللسان جوا للحنك اللحمي الطري وهونيك حتخرج من هونيك بتخرج القاف. أق. سهلة. هلأ عندي أقصى اللسان كمان بس تحت منه بشوي. مخرج شو؟ مخرج الكاف. يعني مش الحنك اللحمي
الحنك العظمي واللحمي. قرب شوي مطرح القاصي وقول أك أك، حتلاحظ أنه صارت يعني أقرب شوي لبرا، صح؟ أق أغمى، أك أقرب إلى الشفتين، هونيك مخرج الكاف، هذا أقصى اللسان، تمام؟ In English. Now the tongue. It is a general exit that has 10 different specific exits in it. The first one is أقصى اللسان, meaning the inner part of the tongue. If you want to know where, please look at the cursor at the يعني picture that in the top left of the slide. That's the inner part of the tongue. When it goes up, right, it elevates, it is raised to the upper palate, which is soft. Yeah, the soft part of it. You'll notice that the upper palate, it has two parts. One that is very solid from the front, and it has a soft part in the back end. Now the qaf is when the back of the inner part of the tongue goes up to the shoe, to the soft part of the palate, there where the qaf exits. أق, you can try it, say أق, you notice it is from inside. Now a little in front of it, الكاف, أك. Also we have the inner part of the tongue, it goes up to the, now what, to the solid and soft part of the palate, then we have the hard part and شوي من السوفت, هيك وهيك, صحيح. So a little from the soft and a little from the hard, أك أك أق, huh? This is for the أقصى اللسان. Now وسط اللسان يا أحباب, خلوكم معي, بعرف يمكن أمور جديدة بس شوي ومنخلص إن شاء الله. وسط اللسان يا أحباب عندي شو؟ عندي وسط اللسان هذا هو بالنص مع ما يحاذيه من اللثة العليا. شو بيخرج منه؟ ثلاث حروف, الجيم والشين والياء غير المادية, وتسمى هذه الحروف حروف شجرية. ليش؟ قال لخروجها من شجر اللسان أي منفتحه. إذا بتفتح تمك العرض اللي هو ما بين الحنكين, هيدا شو اسمه بالنص؟ اسمه شجر, شجر اللسان, بيخرج منه جيم شين وياء, فشو اسمهم؟ حروف شجرية. لاحظ, مثل أجمعين ولا يشقى أياما, والياء غير المادية مثل ما قلنا الواو غير المادية شو هي؟ الياء المتحركة أو الياء الساكنة التي لا يسبقها كسر. هذا بالنسبة لوسط اللسان. فإذا وسط اللسان بيخرج منه جيم وشين وياء. So brothers and sisters, now we're speaking about the middle of the tongue. I have three letters that exit from the middle of the tongue that are the جيم, the شين, and the ياء that is non-مادية. Non-مادية ياء, right? They all exit from this place. هلا من حافتي اللسان شو عندي؟ عندي من أقصى حافة اللسان اليمنى أو اليسرى, مش الرأس, أقصى الحافة, ماشي, أقصى حافة اللسان اليمنى أو اليسرى إلى أدنى اللسان. هيك لما نطلع عليها شوف, أقصى الحافة من جوا, هيدي الحافة إلها أقصى وإلها أدنى. فشو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك من هون لهون كل هاي شو بيصير فيها؟ حتطلع لفوق. هلأ شوفوا شو حيصير. حافتي اللسان, فإذا عندي من الأقصى اللسان لأدنى اللسان بتطلع حتى إلى ما شو, إلى ما يجاوزها أو يجاورها أو يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا. الأضراس اللي فوق اللسان بيطلع وبيدقر فيهم, هنيك مخرج شو؟ الضاد. ممكن تكون من اليمين ممكن تكون من اليسار, بس أي الأسهل على الناس الأكثر يعني انتشارا واستعمالا هي الجهة اليسرى. يعني انت بس تقول أض غالبا هون اغلبنا نستعمل الحافه اليسرى وليس اليمنى, أض, ها. فاذا حافه اللسان مع الصفحه الداخليه للاضراس هناك الضاد. بيرجع عندي ادنى حافه اللسان مع طرف اللسان. لاحظ شوف, هلا كنا عم نحكي من هون لهون, هلا صرنا عم نحكي من هون
لهون هاي الشقفة شو بده يصير فيها؟ بدها تطلع تصعد لا أي. تصعد إلى ما يحاذيها مع ما يحاذيها من أصول الثنايا العليا أو نسميها يعني لثة الأسنان العليا. هونيك شو بيخرج؟ حرف اللام. فأنت بس تقول ال حتلاحظ أنه هيدي الحافة هالشقفة من الحافة طلعت على شو؟ طلعت إلى ما مع ما يحاذيها من أصول الثنايا العليا. طيب so now we are speaking about the edge of the tongue. It can be from the right edge or from the left edge, but keep in mind it's easier and more popular the left one. It's easier for many people. So when you say up, you'll notice that your left edge is the one that is going up to hit the inner part of the molars. See the molars here? We have inner side and you have the outside, right? The inner side, this is where the tongue will hit up there. And this is the exit of the dad, and then we have the lam, which is below it. Al. And then, طرف الآن من طرف اللسان ونختم به طرف اللسان يا أحباب الذي هو شو قلنا the tip of the tongue يعني المقدمة اللسان شو بيخرج منه عندي من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا هيدا الطرف وهيدي لثة الأسنان العليا مش هول اثنين سنان وين اللثة تعيتهم هون فبيكون شو عندي بيكون عندي النون أن بيرجع عندي من طرف اللسان رأسه يعني يخرج من جهة ظهر اللسان حرف شو الراء الر ستلاحظ أنه الهواء أكثر عم يظهر من تحت مش من فوق مش من فوق اللسان من تحت اللسان الر لاحظ بيرجع عندي يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الطاء والدال والتاء هول شو اسمهم حروف نطعية أو نطعية لأنها تخرج من نطع من نطع الفم يعني من غار الحنك الأعلى بيرجع عندي من طرف اللسان مع إبقاء حيز ضيق بين السطح اللسان السيرفس والحنك الأعلى عندي شو بيخرج بيخرج السين والصاد والزاي وهو الأحرف شو اسمهم أحرف صفير أس أز أس أحرف صفير بيرجع عندي من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الثاء والذال والظاء هو الاسم الأحرف لثوية لأنه بتخرج من يعني من قرب أو قريب اللثة. Now in English quickly and we end with this one, the exits of the letters. So we have the noon that exits from the tip of the tongue while hitting or touching what is above it from the palate from the jaw. We have the ra. Also tip of the tongue while touching what is above it from the palate and it's very close to the noon. We have the ta and dal and ta, they exit from the tip of the tongue while hitting or touching what is above it from the palate. And then we have the seen, saad and zay, and they are called ahruf safir, whistle. They also exit from the tip of the tongue while keeping a gap between the surface of the tongue and the upper palate, and then finally the va, the tha, thal, and va, they exit from the tip of the tongue while hitting the bottom of the two upper central incisors. This is a summary for all the exits, and this is another summary for all the exits. By this, we finish the exits of the letters. Now, quickly, we speak about the qualities, the attributes of the letters. Are you good? Are you any with me? Any questions? طيب. We have attributes that have opposites and attributes that do not have opposites. The attributes that have opposites, they are 5 and another opposite 5, so total is 10. I started with English and then Arabic, fine. The first is jahr and the opposite is hams. Shiddah
opposite is رخاوة. استعلاء opposite is استفال. إطباق opposite is انفتاح. And إصمات opposite is إذلاق. يا أحبابنا صفات الحروف في شيء عنده ضد وصفات ليس لها ضد. اللي عندها ضد هي شو؟ مجموعة عشرة، خمسة ضد خمسة. الجهر ضد الهمس، شدة ضد الرخاوة، استعلاء ضد الاستفال، الإطباق ضد الانفتاح، الإصمات ضد الإذلاق. هول الصفات اللي إلها ضد. طب there are qualities that do not have opposite which are the صفير، the قلقلة، the انحراف، تكرير، تفشي، استعلاء، لين، مد، and غنة. These are the qualities that do not have opposites. Now I also put for you within in brackets how do we call the letter itself. يعني طيب we understood the quality is called let's say صفير, but the letter what do I call it? I call it مصفور. مصفور letter يعني in Arabic حرف مصفور يعني من صفاته الصفير. مقلقل letter meaning it has a quality of قلقلة. مكرر letter. متفشي letter. مستطيل letter. لين letter. ممدود and أغن. This is how you describe the letter itself, what you call it. And then we have for example مجهور letter, شديد, مستعلن, مطبق, مصمت, مذلق, منفتح, مستفل, رخو ومهموس. فإذا يا أحباب صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. صفات اللي ليس لها ضد حكينا عنها. التي ليس لها ضد صفير فنقول حرف مصفور. قلقلة نقول حرف مقلقل. انحراف نقول حرف منحرف. تكرير نقول حرف مكرر. تفشي حرف متفش. استطالة حرف مستطيل. لين حرف لين. مد حرف ممدود. وغنة حرف أغن. هكذا تسمي الحروف. تمام؟ هذه هي كل صفات الحروف. في أسهل منها؟ Very easy. These are يعني these are the qualities of the letters. Very easy, right? Now, إن شاء الله, we'll speak about the explanation of it easily. I know it's quite new for most of you, but يعني we'll read it and I'll keep the slides إن شاء الله with you so that يعني you can keep a copy and get back to it. نبلش بالهمس. حرف مهموس. يعني حرف مهموس؟ الهمس باللغة الخفاء. اصطلاحا بالتجويد يعني هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه. هذا من الصفات الضعيفة. بتلاحظ لما أنت تنطق تقول حرف مهموس بيبقى في نفس عم يطلع. هعطيك مثال. شو هني حروف الهمس؟ فحثه شخص سكت. خد التاء. قول معي. أت أت. شو بتلاحظ؟ مش في شيء من النفس عم يطلع؟ هذا هو الهمس. حرف مهموس. جريان النفس. شيء بسيط بيطلع. أت. ما تقول بعض الناس كتير بيبالغوا. شو بيقول؟ أت أت. بزيد سين. بزيد حرف. ليش؟ لأنه هو بيزعمي عم بيجيب الهمس أو عم بيجيب هيدي الصفة. لا ما بدل هاد. أت. هو يعني الهواء الذي يخرج معه هذا هو الهمس. فإذا the first quality brothers and sisters it's called الهمس. الهمس linguistic or literally in language it's the hiding something, the concealment. However in تجويد the letter that has this quality, what does it mean? When pronounced there is breath that continues to go out of your mouth while uttering, while pronouncing this letter. Like for example the ta, you say at at, you notice that there is breath still coming out. You couldn't just block all the breath, there is still a slight breath going out. But do not exaggerate, do not add seen. Some people they would say at at. It's not like this. It's slight breath at ak ak. These are the letters of the hamas. فحثه شخص سكت. S. تلاحظ, you'll notice there is a breath coming out. أث, أح. You cannot block all the breath. Why? Because
they have a quality called hams. This is hams, right? This is one. Two, الجهر. What is الجهر بالعربي؟ ما هو الجهر؟ الجهر يا أحباب عكس الهمس. مش قلنا بالهمس أنا لم أستطع أن يعني أن أوقف كل الهواء الذي يخرج، في هواء كان عم يخرج. أما بالجهر انقطاع النفس عند النطق بالحرف، وهو من الصفات القوية. انقطاع النفس عند النطق بالحرف وهو من الصفات القوية، وهو ضد الهمس. يعني بعطيك مثال من صفات من الحروف اللي عندها صفة الجهر، الباء. قول معي أب، انقطع النفس ولا لا؟ تسكر تماما. أب، لاحظ مثلا العين أع، ما بقي في نفس عم بيتسرب أو عم بيطلع. أغ، أن، مش مثل أس، مش مثل أث مثلا أو أت، أت، لا هيدي غير. أب، قطع النفس، هذا هو الجهر. So the opposite of الهمس is what؟ الجهر. What is الجهر؟ Linguistically or literally it means to be apparent. However, in this context, in this branch of knowledge, in تجويد, when we say حرف مجهور, it means there is a discontinuation of the breath when pronouncing the letter. Due to what? Due to the strength in its origin. And this, what does it cause? It causes that there is a huge rely, heavy rely on its exit, which is the makhraj. So for example, the ba, if you say now ab, you notice there is no breath coming out. Ab, right? And when you say an, it's different from when you say, for example, ath or at, at, there is a breath coming out. However, the jahr, there is a block for any breath from coming out of the mouth. Hamas and jahr, clear enough, brothers and sisters? Good. طيب. شدة، صفة الشدة. شدة لغة القوة، معروف. واصطلاحا في بهذا العلم شو بيقولوا العلماء؟ قال هو انقطاع، انحباس. شو؟ ما عم بحكي هلا عن النفس، عم بحكي عن الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد عليه في المخرج، وهي من الصفات القوية. شو حروفها؟ أجد، قطن، بكت. كل هذه تعتبر شو؟ تعتبر حروف شديدة يقال لها، من صفاتها الشدة. So we have quality called الشدة، meaning this letter is شديد. These are the letters ألف، جيم، دال، أجد، قطن، بكت. What does that mean? In the language it means strength. That's in the language. In this branch of knowledge, in تجويد, when we say this letter is شديد, it means there is a discontinuation of the sound while pronouncing the letter, causing it to rely heavily on its makhraj, its exit. For example, when you say أق، أق، there is discontinuation of the sound, right? It is not soft, because the opposite is what? رخاوة والبينية، هلا بنحكي عنها. It is شديد, it is strong, it has strength, so there is a discontinuation of the sound when you pronounce it. Now, the opposite of it, عكسها يا أحباب شو؟ الرخاوة والبينية. حرف شديد شو عكسه بده يكون؟ رخو. بس في بيناتهم شيء، قال شديد ورخو وبيناتهم في حروف بينية، يعني لا هي شديدة ولا هي رخوة، إنما هي بين هذا وهذا. فالرخاوة والبينية صفة لها ضد شو؟ الشدة. شو الرخاوة؟ قال اصطلاحا باللغة هو اللين، رخو، لين. أما اصطلاحا قال جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، وهي من الصفات الضعيفة. حأعطي مثال من الصفات، مثلا مش محطوط هون، ماشي. الحاء، الحاء هو من الحروف الرخوة. أح. طيب هل قدرت أضبط، يعني هل قدرت أضبط، أقبض على أقطع الصوت مثل لما أقول أق، أق؟ لا، لما قلت أح في جريان للصوت، في ضعف بالاعتماد على المخرج، فهو من الحروف الضعيفة. تمام. كذلك أث، أث، ما قدرت أقطع الصوت تماما مثل لما أقول مثلا أق، أق. لاحظ، فإذا هو من الحروف الرخوة. طب شو البينية؟ البينية لا هي لا الشديدة ولا الرخوة، إنما بالنص. شو حروفها؟ لن، عمر، لام، نون، عين، ميم، راء.
لين عمر هولي بين الشدة وبين الرخاوة. So brothers, opposite to the شدة, to the strong letters, we have the soft letters that they have a quality called رخاوة. And in between, see, we have strong, we have soft, but the scholars say we have something in between. They are called the بينية letters. يعني in between this and this. It's not strong, it's not soft, it is in between the strong and the soft letters. So رخاوة literally means softness. However, in تجويد it means the continuation of the sound while pronouncing the letter, causing what? Causing weakness in its reliance on its exit. You can get back to this, I'm not going to read it all, but let me give example. Among the letters that have رخاوة, for example, is the حاء. When you say أح, is it the same when you say أق? When you say أق, you were able to block the sound. However, when you say أح, you are not able to block the sound. Why? It is among the weak qualities. There is, يعني you cannot rely on its exit in a way to block the sound. No, the sound will continue to go out. أح. And for another example is ثاء, أث, أث. It's not like أق, أق. It's different. It is a soft letter. طيب, what is in between? In between is لام, نون, عين, ميم, راء. لن عمر. ابن الجزري ماذا يقول؟ وبين رخو والشديد لن عمر. يعني هذه حروف شو اسمها؟ بينية. The لن عمر, they are the letters that are in between, neither strong nor soft, however in between. It's called بينية letters, and it is written over here. It is لن عمر. I put it in one slide, right? Because now you know we have شدة, strong, we have softness, and then we have in between. استعلاء سهل, يعني تفخيم. الاستعلاء لغة شو؟ الارتفاع. أما بالتجويد باصطلاح العلماء هون شو؟ جزء كبير من لسانك شو بيصير فيه؟ يرتفع للحنك اللي فوق الأعلى عند النطق بالحرف, وهي من الصفات القوية, وهي ضد الاستفال. شو حروفها؟ خصة, ضغط, قض. كلهم حروف مستعلية, كلهم عندهم استعلاء. خصة, ضغط, قض. يعني لو قلت انت اق, حتلاحظ قد ايه ارتفع من لسانك, جزء كبير من لسانك طلع لفوق. لما تقول اض, لما تقول مثلا اخ, لما تقول اص, جزء كبير من لسانك عم بيطلع على الحنك الاعلى. لذلك هو حرف مستعل, يعني مفخم, بنسميه مستعمله اكثر كلمه مفخم. So brothers and sisters, الاستعلاء literally means elevation, something to go up. That's in the language. However, in this branch of knowledge, in this science, in تجويد, what does it mean when I say this letter is مستعلن, it has استعلاء as a quality for it? It means there is big part of my tongue going up to the upper palate or the upper jaw. This is why it's called what? مستعلن, or صفة استعلاء. What are the letters of استعلاء? They are over here. خصة, ضغط, قض. And if you want to try it, you just do it as ساكن and put همزة وصل before it. You say أق, أض, أط, أغ, أض, أص. So you'll notice that big part of your tongue is going up, right, to the upper palate. That's استعلاء. ما هو ضده؟ استفال. يعني حرف مرقق, ترقيق. شو الاستفال؟ إذا كان الاستعلاء إنه بيطلع جزء من اللسان, بالاستفال شو بده يصير فيه؟ بده ينزل, بده يبتعد عن شو؟ عن الحنك الأعلى. ما بيطلع عند الحنك الأعلى, بيبتعد عنه. وهني شو عنا مثلا حروف, شيء ما حطيتهم, هني كل الحروف ما عدا حروف الاستعلاء. حاعطيك انا مثال مثل حرف الدال. حرف الدال انت لما تقول اد اد, بتلاحظ جزء كبير من لسانك ما طلع لفوق, مثل لما تقول اقو اطو. لاحظ الفرق, اد اطو اد اطو, فجزء كبير عم بيطلع وعم بيرجع ينزل. هذا الفرق بين الاستعلاء والاستفال. حرف مستعل مفخم, وحرف مستفي المرقق. تفضلي. رفعت ايدي. اوكي, ظنيت بدها تسال. وين؟ ومطرح تاني. ايه, لانه طلع على هاي. متذكرين لما قلت لكم انه الحروف منها صفه واحده؟ شوف الحرف
بيكون له عدة صفات وبيكون مشترك. ايه مش صفة واحدة. عم بيسأل انه شاف الكاف مكررة. ايه لانه الحرف بيكون عنده وبيكون مشترك مع غير حروف. لاحظ هلا بنحكي عنه ان شاء الله. لذلك بيكون مكرر. طيب كنا عم نحكي عن شو؟ الاستفال. خلصناها. So in English ما قلتها. In English, brothers and sisters, استفال is opposite to استعلاء. استعلاء is when big part of your tongue goes to the upper palate. استفال is when big part of your tongue keeps a gap. يعني let me see what did I put. استفال it drops. It stay away and it is lowered from the upper palate. This is استفال, right? And among its letters, it's dal. So see the difference between dal and ta. Ta is استعلاء, dal is استفال. You say الطو. Big part of the tongue goes up. And the big part of the tongue goes down. It keeps a bigger gap between the tongue and the upper palate of your mouth. هذا الاستفال. إطباق يا أحباب. شو الإطباق؟ كمان سهل. إطباق لغة الالتصاق. اصطلاحا بالتجويد قال إطباق اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وهي من الصفات القوية. وضد شو؟ الانفتاح. حروف تعيتها أربعة: صاد، ضاد، طاء، ضاء. قول أص، أض، أط، أض. هتلاحظ أنه فيه شو في عندي؟ إطباق اللسان لوين؟ الحنك الأعلى عم يطبق. هذا هو الإطباق. So brothers and sisters, إطباق literally means the adhesion. Two things. See my hand and the mobile. This is إطباق. إطبقت. Right? Adhesion. Now in تجويد, in this branch of knowledge, when we say this letter is مطبق, it means when the tongue goes up and it has adhesion, it touches the upper palate when pronouncing this letter. And these are the letters صاد, ضاد, طاء, and ضاء. Fine. These are the four letters, and this is among the strong. These are among the strong letters, and some say these are the four, the strongest letters in Arabic alphabet. These four: أض, أص, صاد, ضاد, طاء, ضاء. أقوى الحروف العربية. طيب هذا الإطباق. عكسه الانفتاح. عندي إطباق وعندي انفتاح. شو؟ طب إذا قلنا الإطباق هو الالتصاق، شو بيكون الانفتاح؟ التجافي. تمام؟ فالانفتاح هو تجافي اللسان عن الحنك الأعلى. يعني انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى. ما طلع لعنده، شو عمل؟ خلى بينه وبينه فراغ. وهي من الصفات الضعيفة وهي ضد الإطباق. حروفه قد 24 حرف ما عدا حروف الإطباق. كمان ما حطيتهم، بس بعطي مثال من حروفه. مثلا النون. أن. ما بتلاحظ انه ما صار في عندنا جزء كبير من اللسان طلع لفوق. ايضا ام ميم، ما في جزء من اللسان كبير طلع وقعد فوق او خبط بالحنك الاعلى. So opposite to the اطباق is انفتاح. What is انفتاح in Arabic language? It means separation, because اطباق is adhesion, the opposite is separation. So انفتاح in تجويد it means keeping the tongue separated from the palate, which is the roof of your mouth, while pronouncing the letter. And its letters is all those that are not the letters of اطباق. تمام؟ Like the noon and the meme. An, am. إذلاق. يا أحباب شو الإذلاق؟ إذلاق هو من الذلق وهو الطرف. قال وسميت حروفه مذلقة لخروجها من ذلق اللسان، يعني طرف اللسان، وبعضها يخرج من الشفة. So إذلاق literally it is derived from الذلق, which is the tip part of something. طرف, the tip. And this quality, the letters, they are characterized by this quality because they come out from where? From the tip of the tongue. And some of them, they come out from the lips. This is why they are called مذلق letters. And then we have الإصمات. الإصمات. شو الإصمات؟ قال في اللغة هو المنع. بس ليش هون؟ ليش المنع؟ قال لأنه سميت حروفه مصمتة لأنه منع من أن ينبني منها وحدها كلمة بأربعة أحرف أو خمسة أحرف، رباعية أو خماسية.
يعني هقول لك اياها بطريقه اخرى، ما في باللغه العربيه، لا يوجد في اللغه العربيه كلمه واحده من اربعه احرف او خمسه احرف ليس فيها حرف مزلق، كل حروفها مصمته. فساعتها صرت بتعرف انت اذا شفت كلمه كل حروفها اربعه، يعني هي اربعه او خمسه ما فيها ولا حرف مزلق، من عربيه. مثل شو؟ مثل عسجد، شوف حطيتها هون، عس موجوده، اي عسجد قالوا ليست عربيه. ليش؟ العين والسين والجيم والدال، كلمه رباعيه ما فيها ولا حرف مزلق، قالوا ليست عربيه، وهو اسم للذهب عسجد. وان كنا نستعمله أو يستعملونه مثلا لو استعمله العرب، ولكنه ليس عربيا. كيف عرفه؟ قال لأنه حروف الأربعة مصمتة، وبلغة العرب ما في كلمة رباعية أو خماسية، بس حروف مصمتة لابد شو يكون معها حرف مزلق، إذا ما في حرف مزلق قالوا ليست عربية. So what is اسمات؟ Let me say it in هيك easy way. اسمات literally means desistance، يعني if you see a word with four letters or five letters and all its letters is مصمت letters, you know that it is not an Arabic word. Why? Because there is no Arabic word with four or five letters without a مزلق letter like عسجد. عسجد is a name for gold. Even if we as Arab we use it, still this name is not Arabic name. Why? Because it has four letters that are all musmat letters. There is no muzlaq letter in it, so it's not Arabic word. Safir, صوت يشبه صوت الطائر as حرف حرف مصفور. هذا هو من الصفات القوية. وتسمى أيضا يعني هلا نرجع إلها الحروف هيدي إلها اسم تاني حاططها أنا بالتيبل. So صفير brothers and sisters it means يعني literally in language whistling. However in تجويد it means to emit, to produce, to make a sound like the sound of the bird while pronouncing these three letters صاد زاي سين حروف صفير. وأقواها الصاد لأنه مع أطباق، ثم الزاي، ثم السين. بنرجع بنحكي بالقلقلة. القلقلة هي نبرة في مخرج حروف قطب جد. كل هذه الحروف امتى بيكون في عندي قلقلة؟ لما يكون حرف ساكن مش متحرك، لما يكون الحرف ساكن بتقول مثلا أق، بتقول أب، شفت هالنبرة؟ هذه هي القلقلة. أب أق أط قطب جد. أحد، قل هو الله أحد، مش أحد، أحد. الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه هي القلقلة، النبرة التي هي مع الحرف. So ها أي نرجع أي لا أظن صحيح. القلقلة، what is القلقلة؟ literally means to shake. But in تجويد there are certain letters that are here, they are combined in where قطب جد، قاف طاء باء جيم دال، these are the letters. What does it mean? It means to produce a slight vibration like أقو 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 also what أحد. This vibration is the قلقلة. So you say قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. This vibration is the qalqala, which you need to bring or to produce, to do. صفة اللين يا أحباب، شو هي اللين؟ شو قلنا في حرف اللين؟ قال هي صفة للواو والياء، شو هني شو اللي يكونوا؟ بيكونوا ساكنتين مفتوح ما قبلهما، هولي حرف اللين. فعندهم صفة اسمها صفة اللين. ليش عندهم هالصفة؟ قال لأنه بيخرجوا بسهولة من دون تكلف. خوف، بيت، ياء ساكنة قبلها مفتوح بيت، واو ساكنة قبلها مفتوح خوف. فإذا هذه شو؟ صفة اللين. So we have a lean which literally means softness. It is a characteristic for the waw and ya that are vowelless and they are preceded by what? By فتحة. Like in خوف، like in باء،
بيت. And they are characterized by this because they are pronounced pronounced easily. Then عندنا بعد ماشي خمس صفات ونخلص إن شاء الله. بس شيخ نبيل أحمد لا يأتي اليوم وأرسل لي لن يأتي. فأنا سأخذ 10 دقائق وساعة ثم نصلي إن شاء الله. صفة الانحراف يا أحباب، الانحراف هو الميل، وهو عبارة عن ميل الصوت، صوت الحرف عن مخرجه إلى طرف اللسان، وحرفاه شو هن اللام والراء. So الانحراف literally means deviation. And in tajweed, it means the deviation of the sound of the pronunciation of lam and ra letters from its exit towards the tip of the tongue. So as we said, letters lam and ra. Then we have التكرير. انتبه معي. هاي الصفة تتعلمها مش تطبقها، لا تجتنبها. صفة التكرير لا تطبقها على الراء. شو التكرير؟ التكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند مخرج الراء. يعني مثل لما أنت تقول أر، شفتوا هذا الارتعاد اللي صار؟ الارتعاد شو سبب؟ سبب كذا راء. أر، راء 2 3 4 5 6 7، ما تعملوا هذا غلط. الصفة هذه تعلم لتترك. شو مطلوب تقول؟ الرحمن، الرحمن، الرحيم، ليس الرحمن. خطأ. هذا راءات متعددة. تضبط لسانك إذا طلع إلى فوق، لا تجعله يرتعد، إنما ضبطه الرحمن الرحيم. هذا أو ففروا إلى الله، ففروا. لاحظ اللسان يطلع وبيكمش، يعني يبقى في مكانه. So this quality is taught. So we teach it not to apply, to avoid. Okay? What is التكرير؟ التكرير literally means to repeat something. And in تجويد, it means you should not. It doesn't mean that you should do. You should not vibrate your tongue when pronouncing the ra. So you don't say الرحمن. No, you say الرحمن. الرحيم. If you say الرحمن, it means you have pronounced multiple ra's. And this is wrong. This is wrong. So this quality is something you learn not to apply, however to avoid. التفشي، انتشار الصوت. شو اللي بينتشر؟ ريح الهواء. وكيف يطلع الصوت؟ في ريح هواء ينتشر، وهو شو؟ انتشار صوت الشين في مخرجها حتى يصطدم وين؟ بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. أش، الله تعالى قال والشمس وضحاها. بينتشر الريح في الداخل، يوصل لوين؟ بالصفحة الداخلية للأضراس، يصطدم فيها. لاحظ والشمس وضحاها. أش، في ريح عم ينتشر جوا، هواء عم ينتشر حتى يصطدم بالأضراس، الصفحة الداخلية للأسنان. So التفشي it means to spread around. This is in language. In تجويد it means the spreading of the sound of the letter. Which one? The sheen in the mouth. So this sound, it will spread. The air inside your mouth will spread until it hits the inner side of your teeth, upper teeth and lower teeth. Allah Ta'ala قال والشمس وضحاها. أش، والشمس وضحاها. There is an air that is spreading inside your mouth until it touches the inner side of the teeth. Right? That's التفشي. ماذا عن الاستطالة؟ وأختم بهذا. آخر صفة نحكي عنها اليوم هي الاستطالة. اللغة هي الامتداد، وسمي حرفها بذلك. ليش؟ لأنه يستطيل في مخرجه حتى يتصل بمخرج اللام، وهذا شو؟ حرف الضاد. أض. في استطالة بالمخرج حتى يتصل بمخرج شو؟ بمخرج اللام. Last quality today to speak about is الاستطالة، which literally means to prolong. However, in this branch of knowledge, in تجويد, it means it is a characteristic given to the dad letter, because when pronouncing the dad letter, should be seen what happens. The exit of the dad prolongs until it connects, it reaches the exit of the lam letter. This is why it's called مستطيل, استطالة. And in this table, I summarized everything in Arabic. In this table, I summarized everything in English. Also, as a reference for you,
to have a look whenever you need. We have every letter and all its characteristics. Here I put the opposite characteristics. See, جهر همس here. شدة رخاوة, this column. استعلاء استفال, this column. إطباق انفتاح, this column. إصمات إذلاق, this column. And then those that do not have opposites. صفير, القلقلة والصفات الأخرى. تمام؟ عربي إنجليزي. ثم هذا وضعته لكم بس حتى تعرفوا this is transliteration system. Because in you know when we write Arabic word in English we need يعني there are some letters like صاد in English there is s so what do we do you notice for example when I write صاد here there is underline there is line under this the s where this head s underline means صاد not seen and a underline means there is a mad so you know that this is صاد. It's just like يعني, a reference for you to understand what I've put in this presentation, right? والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله والله تعالى أعلم وأحكم. أحمد الله عز وجل. We thank Allah and we praise Him. He enabled us to finish all the book and the qualities and the exits of the letters in just 10 weeks. And this is really important. I'll be sending you this presentation through Abbas and other, and I'll send it myself on WhatsApp. But please keep in mind, this is something not to يعني, to 100% rely on. It is just personal effort. يعني, I did it myself in the past 4 months. So there might be some grammar mistakes, certain things. So just it's for istinas. يعني, if you want to look at something, you forgot the definition, examples. It's 167 slides that summarizes most of the tajweed rules that you need as a beginner, right? Alhamdulillah Azza wa Jal. And by this, we have finished two books. We have finished, remember, in February we started Aqidat Ibn Asakir, the guiding creed. We finished it in 10 weeks or 8 weeks, I think. And then now we finished Tuhfat al-Atfal in Tajweed. Now my plan was next is to explain Izhar Ifadat. Which is in the obligatory knowledge, but I just figured out something very, يعني, I'm very glad about it. That Sheikh Samir will explain the same book here in a couple of weeks, inshallah. So I'm gonna change my plan. No need for me to explain this book if Sheikh Samir is explaining it. Izhar al-Ifadat is a golden opportunity. I really advise not only you. Come to the dawra that Sheikh Samir is doing. It is. Can you remind me of the date of the dawra? July 21st. لا. July 10 to July 13. Mark this in your calendar. July 10 to July 13. Believe me, this is a golden opportunity. These are the okay. So July 10, which I think it's Monday, to July 13. During these days, Sheikh Samir will explain. يعني You say treasure, kenz yani, believe me, treasure. A book that summarizes most of the obligatory knowledge, immediate knowledge. So please attend all the lessons. If you want to record it, to keep a copy of it, and bring everyone you can to this dawra. July 10 to July 13, you would cover, you would yani, review with him most of the, I would say, maybe 95 of the obligatory knowledge in a very easy book called Izhar al-Ifadat. Inshallah, I might review it again at the end of the year or next year, just because he will explain it, but we still need to repeat and repeat. It's very important. Again, so we finished Aqidah Murshida and the Creed. We finished now Tajweed. I'm planning, inshallah, to have something in Hadith, a book also to finish it all in Hadith, understand things about Al-Hadith, and yani, it's inshallah, something important. So you notice that by attending, continuously attending the lesson, you're finishing books. You're not only attending يعني, general lesson where you hear stories or general stuff. We are finishing books, and this is the way how a person becomes a alim. A person becomes a alim, a faqih, for example, when he finishes list of defined books decided by the scholars. If he finishes them, his name is faqih.
this is how we elevate, we take step by step. And my plan is, inshallah, every year at least to finish a book in one science, one branch of knowledge. Aqeedah, Tajweed, Hadith, inshallah, Fiqh, and so on and so forth. So in this center, thankfully, with the guidance of those who are leading us, we have this now, this route of finishing books in this style, and then sending you the slides so that you have a reference in case you would like to review it, inshallah, Azza wa Jal. Good point. Now, it's a point here, and I'll get to it. So we spoke about Sheikh Samir Al-Qadi, July 10 to 13. Please write it down. We have another golden opportunity in this center also. There is very prominent, very popular Sheikh also from Ahl Sunnah wal Jama'ah from Lebanon. He's coming for a tour in Canada. He's visiting the branches, Calgary, Vancouver, and he's spending 2 days in this center. His name is Sheikh Muhammad Al-Akhras. Also, he'll be explaining something really, really important. So I advise everyone to mark this date also, August 21st to August 23rd. Okay? So we have July 10th to July 13th, and then we have August 21st to 23rd. The third golden opportunity is the camp. MashaAllah, a season full of great things. The camp, which is kind of also, we'll finish some important material and entertainment activities, July 28th and 29th and 30th, right? So first thing, July 10th, Sheikh Samir Al-Qadi, July 28th, the camp, and all you need to register is go, there is a poster over there is email, and there is a QR code. You either put your camera, open it, go and register, or send email, if I'm not mistaken, to info@alamana.ca, or you can speak, I think, to Ustaz Ahmed, he can help you, or speak to myself, I can help you on this. Please register, take your kids, lot of fun, lot of activities, very important material will be also discussed and given in the camp, inshallah. Can I add one thing about the school? Please. Fourth, before praying Asr, we have also, I remember 2 weeks ago I told you Al-Hidayah School and registration is open. Remember the number of students I told you back then? It was nearly 35. Now, as of today, we are 52 students registered and paid for next year. So we're speaking about a huge number. And remember, the summer did not start yet. The school did not end. And we have 52 paid, and they reserved the seat for next year. So we are expecting we might hit 60 or 70 by September. 60 or 70, we have full classes. Our capacity next year is 80. So we're approaching to our upper limit. We're speaking about a huge school. Five of these students, you know them in this center, and all the rest, 47 new people from the neighborhood. Just to imagine what's going on in Al-Hidayah School, okay? We're looking for help. We're looking for qualified teachers. We have from JK all the way to grade 4 this year, fine? So JK, SK, 1, 2, 3, and 4. Alhamdulillah, most of the classes, they are, mashallah, we have big numbers in. We would like to see you, those who can help in admin things, marketing, lot of things we have, big school, believe me, and we are growing very fast. Last year we started, and we were, speaking about 3-5, remember, Sheikh? 5 students, let's start. Now we're speaking about 60, 70, 80. It's a huge number, not like a joke. So we require a team of admin, marketing, and accounting, and now we have legal things. You can contact me, Brother Rayan is helping me. Reach out to us, Ustaz Ahmed. We have a lot of things to be done. Lillahi Azza wa Jal. We are teaching these kids the creed, the correct creed. We are saving them. Imagine what khair is this? Saving 50 kids, and from them maybe their families, and teaching them Quran. I told one person whom I asked for his help, I told him, imagine you might be teaching them the wudu that they will do for the rest of their life. Just imagine this. Whenever they do wudu,
see the khair that you did for the rest of their life. You'll be teaching these kids the things in the salat, in the prayer for the first time in their life, which they will use for the rest of their life. It's through you, with your help. Yani even after your death, what will yani what you will get? The reward. Just imagine this. Sheikh Abdullah used to insist or to give big importance on teaching kids, because these are the leaders of tomorrow, and these are the people who will yani who will lead, who will be in charge, and the future, as they say, is for them. So for yourself, I would say yani alhamdulillah, now the school is running, we have a team, but for your sake, have something with us. For your own sake, yani to have a reward, to have something with us, and to have something for your hereafter in this regard, try to reach out to us and help with whatever you can. Even if you're not coming to the school, from your home you might be doing something on the internet and in the marketing thing, or anything. So let's all, inshallah, help each other. We have huge projects proceeding and going on. Huge projects, other than the school. I'm going to keep this aside. Inshallah, we'll speak about it later. There is playground, there is another institute. We have a lot of things, legal things for the school, and. So be with us, lillahi azza wa jal, help us. And you notice now, so far we finished 2 books in terms of knowledge. So a lot of khair is going on in this center. So don't just skip this. Don't miss out this opportunity. Allah yazikum al-khair. طيب, نقرأ الفاتحة للمرحوم صفية دري وعلانية شفاء أجو عباس حميرة محمد فاطمة وأمة الله عبد الرحمن وزهراء والحاج علي أخونا الحاج علي وليلى الشمالي ونهب الثواب للنبي محمد ولعموم المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Just to say something, there are a couple of weeks which I'm not going to be here. I'm traveling. So starting next week, for I think duration of 4 weeks, someone else will give the lesson. Then I'll be back, inshallah, to start with a new book with you, inshallah. Tafadhal Hajj. Sahih. Hey. Haydi wala al-Inglizi? Hey. ما في examples. هولي سيدي مجهور، يعني ألف من صفاته أنه الجهر فهو مجهور، الباء مجهور، التاء مهموس. أنا بس عم بسمي الصفة، ما عم بعطي أمثلة. تمام، ماشي. Anything else says أحمد؟ You're done. Okay. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، اللهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربي اغفر لي وللمؤمنين.